التعب والإرهاق في رمضان أمران شائعان، خصوصا أن رمضان هذه السنة راح يتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية. العمل في الحرارة المرتفعة وتعرض لأشعة الشمس، عوامل كلها تؤدي إلى حصول ما يسمى بالإنهاك الحراري. وهو الإنهاك الحراري عندما يبدأ الجسم بفقد كمية من السوائل التي تحمل معها الأملاح المعدنية المهمة. من هم الأشخاص الأكثر عرضة لحدوث الإنهاك الحراري؟ هم الأشخاص الذين يعملون ويبذلون مجهود عضلي تحت أشعة الشمس الحارة، كذلك الأطفال في المدارس الذين يصومون ويعني ويمارسون النشاط البدني تحت أشعة الشمس. هناك أعراض معينة يجب أن ننتبه لها لمعرفة الإنهاك الحراري. أهم هذه الأعراض التعرق الشديد، الشعور بالتعب، الشعور بالدورة أو الدوخة، الغثيان، وآلام في العضلات. من المهم جدا التعرف على هذه الأعراض في بدايتها حتى ما تتطور وتصبح إجهاد أو ضرب إجهاد حراري أو ضربة الشمس. طبعا عند حدوث مثل هذه الأعراض يجب علينا في الحال أخذ الشخص من المكان الذي به حرارة أو به أشعة شمس إلى مكان بارد وبه ظل. الشيء الثاني ممكن فك الملابس وتهوية المريض. هناك بعض النصائح التي يجب أن نتبعها لتفادي حصول الإنهاك الحراري. أولا يجب أن نحافظ على كمية السوائل في الجسم أطول فترة ممكنة للمحافظة على درجة حرارة الجسم وعلى رطوبة الجلد. يتم ذلك من خلال شرب كميات كافية من السوائل بين فترة الفطور والسحور، وكذلك يجب أن تكون فترة السحور غنية بالوجبات التي تحتوي على المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم. من وين ممكن نحصل على هذه المعادن المهمة؟ الخضار مثل الخيار، الخس، الفواكه مثل الرمان، اللبن، كلها تحتوي على هذه المعادن المهمة اللي من شأنها تثبيت السوائل في الجسم والمحافظة على مستوى السوائل خلال فترة الصيام. كذلك أعزائي يجب الابتعاد عن الأكلات التي تحتوي على كميات عالية من الأملاح وخصوصا أملاح الصوديوم، لأن من شأنه في تسبب العطش وفقد السوائل. الأطفال الذين يصومون كذلك ننصحهم بعدم تناول الرقائق الشيبس أو الفشار المملح. فترة الصيام وفترة رمضان فترة جدا مفيدة للابتعاد عن العادات الغذائية السيئة ومنها الوجبات السريعة. ننصح المرضى بعدم تناول هذه الوجبات، غير أن هي تحتوي على كميات عالية من الدهون وتسبب التخمة، كذلك تسبب الشعور بالعطش وفقد كميات من السوائل. شرب العصائر الطبيعية بين فترة الفطور وفترة السحور، كذلك نركز على أخذ كميات من الشوربة اللي هي تكون غنية بالسوائل وليس الغنية بالكريم أو الدهون. كل هذه النصائح من شأنها أن هي تعوض الأملاح وتعوض السوائل اللي الجسم يفقدها خلال فترة الصيام لتفادي حصول مثل أعراض أو حالات الإنهاك الحراري. أيضا الشاي والقهوة يجب التقليل منهم قدر الإمكان، لأنهما من المواد التي تدر البول وتساعد على فقد السوائل وبالتالي تؤدي إلى الجفاف.